هذا الأسبوع في سكريبت على شاشة قناة الواقع الفضائية. وقبل ما نعلن أنا ودي أتكلم عن الوقف. أنا ودي أحد يتكلم عن الوقف. أنا سفير. سفير الوقف؟ أيوة أنا سفير. يا سلام تفضل. أوقف يا بهاج وسمعني. لا لا مكانك مكانك. بس مكان. أنا بجي جنبك. تتمشى كثير في الغرفة يا بهاج. لا تطفش بسرعة. أتكلم. تفضل. تكلم أنت وأنا. أنا أتكلم؟ وأنا بقاطع. معكم بهاج الأكبي بيتكلم عن سفارة الوقت. تفضل. أقصد تكلم عن سفارة ما شاء الله عليك يعني. لا أنا أتمنى إنك تتكلم بروحك الحلوة. يا الربع عندنا شو اسمه أن طالبك تكلم وأنا بتكلم. طيب تقدر تفضل عادي. مشعل قوم تفضل تكلم عن سفارة الوقف. وقف اليتيم في لجمعية رؤوم في رفحة اللي تقوم في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة. لو تعرفون دعاء اليتيم لك إذا تبرعت فقط في 300 ريال تكفي اليتيم مدى الحياة. 300 ريال لا شيء من اللي نقدمه في ساعة نطلع فيها برا البيت ونرجع. 300 يتيم تكفي اليتيم لمدى الحياة. لو شفت دعاء اليتيم لك راح تدمع عينك وراح تشعر في راحة. أنا من الأشخاص اللي كانت تدمع عيني وما توقف هل من يوم أشوف اليتيم يدعي فقط في شيء أهل الخير ساعدوا فيه. لذلك أسأل الله أنه يبارك لكل شخص يبادر واللي ما يقدر أنه يتبرع ينشر الخير للناس. لعل وعسى يطري هالموضوع وهذا عمل الخير على أشخاص عندهم المقدرة والدال على خير كفاعل. يعطيك العافية مشعل. الله يعافيك. الله يعطيك العافية مشعل واسمح لي أسميك مشعل الخير. الله يرضى عليك. تستاهل. تستاهل. طيب خلونا نعلن عن الشخص اللي بيجلس في الفور كومبارس لمدة 24 ساعة أو الشخص اللي بيغادر من